التواصل يستمر مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، والمسيرة مستمرة والإثارة مستمرة، ونحن مستمرين أيضا في ميدان الهباب أحد أفرع ميادين نادي دبي لسباقات الهجن بهذه التغطية الإعلامية لنتابع الأحداث، لنرصد أيضا كل ما يطرى في هذا الميدان. نرحب بشوطنا الثالث الذي خصص لبيئة الجعدان المحليات الأصايل اللي هجن أصحاب السمو الشيوخ ومن يرقب من أبناء القبائل المسافة المقررة بالخمسة كيلومترات. المقدمة شاهين المنتخب داخل محمد المكتوم وعلي بن راشد ابن غدير مع التضمير. المركز الثاني النشمي سالم السلطان ابن عجيل احد ابناء القبائل يشارك في اشواط الشيوخ. المركز الثالث ياتينا شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد وعلي بن راشد بن غدير. المركز الرابع فهنا ايضا شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم والمطلي اللي هو سيف بن علي بكريف. هذا المضمر ما ادري وين يبوها، اول يقولون المطلي الحين غيروها من المضمر من المطلي الى المضمر. طيب نشوف المركز الخامس هذا لم يدون في كشف التسجيل، وهذا شعار اذا نقدر نقول هجن الرئاسه، واذا واحد يعني محط لنا بملاء القبائل عرف انه ممنوع. 12 مو مدون عندنا، ولكن من واقع الشعار شعار هجن الرئاسه ولم يدون عندنا في كشف التسجيل. والله ما نعرف هذا الشعار الاحمر بمر له. نشوف طيب ناخذ المركز السادس فياتينا شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسهيل بن مبارك ابن مرخان مع التضمير. المركز السابع شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبيد بن محمد بالطبيعة مع التضمير. والمركز الثامن فهنا ايضا شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد وعبيد بن محمد مع التضمير. المركز التاسع هملول لسمو الشيخ حمدان بن محمد وعبيد بن محمد بالطبيعة مع التضمير. المركز العاشر هذه تقريبا المراكز عندنا مشاهدينا الكرام، هذه المراكز الاولى نحن نتابع ونشاهد التحدي والإثارة والإصرار على الناموس. عند اشوفه عند بن غدير ما زال الناموس محتفظ به الى هذه اللحظات على ظهر الناموس. بن عجيل غير مع النشمي بن عجيل. المركز الرابع سلهود هذا اللي تكلمنا عنه ما دون عندنا. الان وصلنا اتصال ان مملوك لمحمد بن صويع المركز اللي هو في المركز الرابع سلهود لمحمد بن صويع. والمركز الخامس فهنا الوصول شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد راشد المكتوب علي بن راشد بن غدير هو على التضمير. والمتابعه من سادس المراكز المركز السادس الوصول من شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد وعبيد بن محمد بالطبيعه مع التضمير. المركز السابع هملول ايضا عبيد بن محمد بالطبيعه يدفع بهملول المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. والمركز الثامن ياتينا شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعبيد بن محمد بالطبيعه مع التضمير. هذه المراكز الاولى مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء نستمتع نشاهد نراقب ونتابع التغييرات. يا بن عجيل الله كفو عليك سبقت مضمره الشيوخ، سبقت لنا الحين انت في الفورمه، لين الحين في الفورمه، ولكن بيونك تحمل منهم بالطبيعه وبن كليب والجميع
الجماعة كلهم موجودين، كلهم موجودين الجماعة، ترام ها بيهجمون، استعد لهم، استعد لهم بالكيلو الأخير، استعد لهم بالكيلو الأخير يا بن عجيل، يا بن عجيل ركز 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 لا نشمي، النشمي هو نشمي بالفعل، بالفعل أنه نشمي، لا أكيد أنه بيكون نشمي، اللي في المركز الأول هو في أشواط الشوخ لازم أنه يكون نشمي، وكفو بعد، المركز الثاني المركز الثاني يأتينا اللي هو أيضا شاهين اللي اسمه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم والسيف بن علي بن كليب. المركز الثالث هملول اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبيد بن محمد بالضبيعة مع التضمير. هذه الثلاثة المراكز الأولى نتابعهم، نتابعهم نراقبهم نشاهدهم نشوف ونتابع ونراقب أيضا هذا التحدي، هذا التحدي المثير. يلا يا راعي النشمي بدينا نقترب من لوحة الاعلام، 1200 1200 1200. يلا يلي بتخطط وبتجهز وبتغير في الخطط، ترانا نقول لكم غادرنا لوحه الاعلام، غادرنا لوحه الاعلام ومتجهين الى الكيلو المتر الاخير، الكيلو المتر الاخير. ونشمي بن عجيل ما زال يصارع 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 على المقدمه ويصارع على الناموس. اقرب منافس لك شاهين اللي اسمه الشيخ مكتوم بن محمد راشد المكتوم، سيف بن علي بكليب من يقدم لنا شاهين في هذه الجوله. يلا يا بن عجيل بن كليب حرك، ها بن كليب حرك حرك، يطوف يجاوز 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 يجاوز، يطوف يعدي يعدي يعدي. والله بن عجيل ما هو براضي يستسلم، عصاه ما طلعت من البطان، عصاه ما طلعت، لا بتطلعها العصا، بتطلعها بعد شوية، ان ابن كليب خطير 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 خطير. يلا يا ابن عجيل، يلا يا ابن عجيل، والله ما هو راضي يطلع العصا، ليش معطينا اذن من طين واذن من عجين، ما تسمعنا؟ شو نقول؟ نحذر ونخبر وننذر ونقول لك ان ابن كليب غادر 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 على الحين، عاد خلاص مستحيل انك تعدي بن كليب. الخوف منه يوم يكون في الثالث والرابع في هذه المسافه، قلنا الحين خذ المركز الاول، خلاص 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 خلاص، نقول سلام للمره الثانيه، سلام للمره الثانيه. ابو محمد صباح الخير، صباح الناموس وصباح الانتصارات، وفالك فالك الناموس. ترى شوف بن كليب يوم روحه يشتغل عليهن ابو محمد كاهن يعني في الفورمه، ويوم يخليهن على تجلى المضمر والعمال لا يعني ها عاديات. امس الوحد روحه مشتغل عليه، مره انا اتعهد لكم ان روحه امس مشتغل عليه شغل كامل، اظني دوره اعطاه دوره اسبوع كامل. نهني سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، ونهني سيف بن علي بن كليب على الانتصار المركز الثاني. فهنا ايضا نشمي لبن عجيل المركز الثالث. نوصلنا بنصويح، وصلنا بالمركز الثالث محمد بنصويح مع سلهود، والرابع والخامس اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. هذه النتيجة مشاهدة.